راح نسأل اليوم دجاج مع صوص النعناع بيدخل ضمن الصوص هو الفول والبزالية والنعناع سوا. صباح الخير يا شيف حسن. صباحك يا هلا. مرة تانية في كتير لون أخضر اليوم. أكيد. في نعناع أخضر، في بازاليا، في فول، وفي فول لسه ما له فصص. تمام. ماشي مشكلة عليه. شغلات كتيرة. تمام. نذكر شو عم نطبخ اليوم. نحن اليوم هنساوي نحن دجاج مع صوص الأخضر. شرحات دجاج مع صوص أخضر. أوكي، دجاج مع صوص أخضر. أو صوص نعناع فيك. طيب شو المكونات؟ المكونات حنقول أول شيء المكونات مع بعض. عنا تقريبا حوالي صدر أو صدرين دجاج مقطعين شرحات. عنا زيت زيتون، عنا خل تفاح، عنا عصير حامض، عنا نعنع، عنا بابريكا، عنا ملح، عنا فلفل أبيض، وأكيد عنا الدجاج، وعنا البازاليا المسلوقة أنا سلقتها وحطيتها مع مية شوية حطيت لها سكر وشوية ملح، وعنا الفول أنا عم بحاول أشره مشان بالخلاط يكون أسهل فرمه، وعنا قطع ليمون نحن مشان نتبل فيهن الدجاج. أوكي، يعني مبدئيا الصوص كتير غني بالخضار. تماماً. كتير فيه قيمة غذائية. أكيد. عالية. أكيد. ومفيد لكل الأطفال خاصة. أكيد. بالعودة إلى. أكيد. المدارس. أول الخطوات شلون رح تكون؟ أول خطوات خلينا نبلش أول شيء بخلط الصوص، أول شيء بتتبيلة الدجاج خلينا نبلش. يلا أنا حاسس حالي اليوم رح لبكك. لا. أو بدي ساعدك. بدي تساعدني ممكن. هلا بالنسبة لتتبيلة الدجاج مثل ما شايفين هنتبل أول شيء حنحط لهم ملح. أوكي. دجاج شرحات حصل. دجاج شرحات بهالشكل هذا أنا قطعته. هيك. تمام. وعنا الفلفل الأبيض. وعنا بابريكا. نحن البابريكا حطيناها بس مشان تكسر اللون الأخضر شوي. نحن بدنا كل اللون إنه يكون اللون أخضر. أوكي. هي حتى بتجي لا البابريكا شوي. بتجي حلوة. حلوة. مدخنة شوي. تمام. تمام. هنحط لها شوية خل. أنا بحب الخل بكل مكان. تمام. يعني بالسلطات، بالطبخات، بالإضافات الثانية، بالساندويش أحيانا بحطوا خل. تماما. هلا كترت وشوية زيت شيف ولا زيت زيتون حطيت عادي. زيت زيتون ما بيأثر. تمام. زيت زيتون لأنه نوعا ما مثل ما قلت اليوم أنت لكلة صحية وفينا نستخدم فيها زيت الزيتون. حنحاول نخلطهم بالشكل هذا بدنا نتركهم متبلين قدر الإمكان. أوكي. طبعا ريحه الخضار المسلوقه هون ان كان الفول وان كان البازاليا بتفتح النفس لسه حتشوفها لسه احلى وقت بدها لسه نساويها لسه بالخلاط وتطلع يا سلام. هلا بالنسبه حنبلش اول شيء بالصوص تبعنا. يلا. حنبلش انا حاولت اقسم قدر الامكان انه اقشر شوي الفول مشان يكون انه اسهل يكون بالخلاط شغله. اوكي. طبعا مكوناتنا موجوده تقريبا بكل بيت. تماما. ما في بيت بدمشق او بسوريا الا فيه فول او بازاليا. تماما. فهذا البيت اللي بيكون سته مونت جهزت الامور، عملت مونه البازاليا والفول وجهزت كل هالطرق. أكيد. احنا شفنا هالشيء بالبيوت السوريه لما شفنا موسم الفول والبازاليا صار كتير متداول. مزبوط. بالأسواق. طيب شايف شو الطريقة الصح لمونتون؟ هلأ ممكن تنسلق الفول والبازاليا ينسلقوا ينحط معهم معلقة سكر وشوية مي صغيرة بعدين يتمدوا على مبدأ الصعق هو نوعا ما انه تنحط بمي متلجة بضل بحافظ على لونه الأخضر. اها. طبعا. والسكر يمكن كرمال شو؟ كمان المحافظة هو نوع من أنواع حفظ الأطعمة هو بالأساس بيستخدم السكر. طيب الى الخلاط. هلا لسه اول شيء حنبلش كمان لسه الى الخلاط حنحط النعناع وحنستخدم شويه حمض وشويه المي اذا اعتزنا من نفس السلق تبع الفول والبازاليا. حنحط اول شيء الملح وحنحط شويه فلفل معه. يلا حنبلش بالخلاط. بالخلط هاي المرحله اللي لابد منها. شو بدك الغطا تبع الخلاط الجهاز اليوم عم يشغلك معنا. والله كثير تعبت انا. اليوم رح تاكلوا تحت دياتي. هلا شايفين مثل هيك حطينا الخلاط ما خلطوا. ايه بنحط شويه شيء سائل. هلا حنحط اول شيء شويه الحمض اللي احنا عم نشوفهم. اوكي. انا هون عم استخدم عصير حسروم. هو بديل جدا رائع عن الليمون. مرينا بمرحله الليمون صار سعره كثير غالي. واتجهوا الناس لعصير الحسروم. وحزير شو يا شيف كان لازم يمكن
شوي شوي نحط المكونات الصلبة. لا لا ما بيأثر ولا لا ما بيأثر، بس هو بالأساس شوي بدها اي لازم الشفرات. تمام بين ما تاخذ الشفرات توصل للمادة الصلبة بلش. تماما بدها هي شوي تحريك. في بعض الأشخاص ما بيحبوا البازيليا أو الفول بس قيمتهم الغذائية عالية، فممكن هالطريقة تساعدهم ياكلوهم، خاصة الأطفال اليوم. يعني الأطفال لما ما بيكونوا بيحبوا الأشكال الخضراء أو الطعمة للمواد الخضراء، فممكن ست البيت أو الوالدة تضحك عليهم تماماً طعميهم الأكلة هيك. مثل ذاك اليوم وقت ساوينا أكلة كان فيها زهرة، كمان كان ممكن هي بتجي مغطاية كلياتها. تمام الشكل تقريبا المزيج بلش يتجانس. بلش يتجانس شوي شوي. نحن بدنا اياه كمان شوي نحط له سائل اكثر شوي، لانه هلا بدنا نحط له كمان النعناع. اوكي ولونه لونه بجنن. تمام لسه بيصير لونه احلى. ست البيت انه وقت بنكون نحن انا هون نحن متعودين شوي انه نحن وقت نحط المعلقه بوسط الخلاط ما ننزلها للاخير تماما، بس تكون تنتبه بهالقصه انه تكون مطفي وتشتغل هالشغله تماما. يعني شيف حسن عنده خبره اليوم تمام. فلذلك هو شغال الخلاط عم يفتح الغطاء ويقدر ينزل المزيج للاسفل، ولكن ست البيت لازم اكيد تطفي الجهاز أكيد. وبعدين تعمل هالعمليه. هلا نحن بدنا كمان شويه مي مشان بدنا اياه اكثر يكون المزيج تمام. بياكل وقت المزيج شوي تماما. نبلش نضيف النعناع هلا. طبعا مكوناتنا كثيرة اللي بالخلاط، فلذلك شوي نحن بناخذ وقت بمسحون وبخلطون. عمل الشيف الطريقه انه طفى الجهاز، نزل المكونات الجديده للاسفل وبعدين بيرجع بيشغله بعد ما نغطي اكيد عشان ما نمطرش عشان ما يصير هيك تمام صار. هلا ريحه النعناع كمان طلعت بلشت تفوح شميتها اكيد معناتها الامور بالسليم تماما. على فكره ذكرتني بشيء بيعملوه الصبايا والسيدات وحتى بعض الرجال، الديتوكس اسمه. فبيجيبوا شغلات خضراء كل شيء ممكن ما ينقبل طعمه هو مزبوط. وبشكله الطبيعي فبيعملوه بالخلاط على شكل ديتوكس اسمه، منظف للجسم. وحتى ممكن ينحط كمان الديتوكس بالنسبه حينحط كمان بدون خلاط بنحط تمام.
بنحط مجرد انه بالماء المي والثوم والزنجبيل مثل ما هو صح. هلا اذا خيار وليمون، اذا خيار وليمون ونعنع او هيك بننقعه قبل بيوم. بس مثلا في ناس بيشربوا عصير الكرفس مثلا او عصير الخس او هالقصص كلها، فبدنا نخلط. اكيد الخطوه اللي بعدها شيء، الخطوه اللي بعدها حنشوف نحن بالفقره الثانيه مع بعض شلون حنقلي الدجاج مع بعض وشلون بعدين حنقدم الطبق مع بعض. الطبق بسيط هو حلو بس قيمته الغذائيه عاليه كثير وطيب وسهل التحضير. سهل التحضير بس اذا خلطنا منيح ومكوناتنا جاهزه فست البيت ممكن تغدي افراد اسرتها اكله كثير لذيذه وغنيه بالقيمه الغذائيه. اكيد نحن مثل ما قلنا خلطنا الفول والبازاليا والنعناع، صار عندنا الخليط بهالشكل هاد هيك سمكته تمام. طبعا حنشوف نحن بالاخير طريقه التقديم تبعه شلون مع بعض. هلا نحن هون كمان كنا نحن ناقعين الدجاج عاملينه مثل تتبيله، حطينا له الملح والفلفل والبابريكا وشويه خل وشويه زيت زيتون. هلا الطنجره جاهزه على النار حاميه، حنبلش نقلي صدورة الدجاج. هلا هون في عنا نحن ما راح نحط زيت بالصينيه عفوا بالطنجره لانه هي بالاساس فيها زيت من نفس التتبيله. نحن بدنا ناخذ اللون تبعه. طبعا انا حطيت قطع الليمون عشان اذا في اي زناخه او اي شيء بالنسبه للدجاج تروح تماما. وبتعطي كمان اكيد نكهه طيبه. حنتبلها هيك شوي بس نسقها بالتتبيله عشان تضل اخذه النكهه. وننزلها معنا بوسط الطنجرة. هلا نحن عم نستخدم هون طنجرة ما بتلزق، هي اسهل بالشغل طبعا. طبعا ست البيت ما بتكب اي شيء، مثل هون الفتايل تبع الدجاج نحن هلا حنقليهم كمان حنشوف شلون. هلا طبعا نحن بدنا اياها تاخذ اللون الذهبي الحلو. حنبلش نقلي طبعا النار قويه لازم تكون نوعا ما. هلا هيك الدجاج ما بيطول وقت كثير يستوي، وخصوصا اذا كان بالتتبيله محطوط بياخذ مع الليمون والخل ما بيطول ليستوي، بيستوي اوام بشكل سريع لانه هو بالاساس الليمون والخل هو نوع من انواع التسويه للحوم، بيسوي اللحوم بالاساس. هلا بنبلش نقلب شوي. شايفين اللي عم تاخذ هذا اللون الحلو لهي بنستردها. هلا نحن بدنا نكمل تقلية الدجاج، وممكن هي التتبيلة نفسها كمان بدنا نحطها فيها ونهليها على نار هادية بس تاخذ اللون لياخذ اللون الدجاج. نفس التتبيلة ممكن نحطها بس بدون قطع الليمون عشان ما تعطي مرارة. هلا نحن ونشوف طبعا بالأخير طريقة التقديم مع بعض بس هنتقلى الدجاج كلياته. يسعد صباحكم عن جديد. هلا في سويناهم بطريقتين، قدمناهم حطينا الصوص فوق منه الدجاج بعد ما قليناه بهالشكل هذا وبهالشكل هذا، والف صحه وهنا.